خرباتي يا خرباتي هو أمري بولي كان بأني مدينة. حتى التواصل باللغة العبرية لا ينفع أيضا، فالطريق مسدود. يستشيط سائق الإسعاف غضبا في محاولة الوصول لإنقاذ حالات إنسانية. تعال سوق تعدن بدي مو تخليفتي. هنا الرصاصة تدخل وتخرج بكل حرية، فرصاص إسرائيل لا تلجمه أنبل المهام الإنسانية. ولن ترد المنايا عن الطواقم الطبية الفلسطينية رسالة للأمم المتحدة أو ما كتبوه للعالم أجمع، فالكل في دائرة الاستهداف. وجهنا للأمم المتحدة رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني بحاجة بشكل عام بحاجة إلى حماية، ولكن الكوادر الطبية والمنشآت الطبية الفلسطينية بحاجة إلى حماية كاملة. ثانيا يعني هي أول رسالة. الرسالة الثانية على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل على اعتداءاتها الممنهجة على الشعب الفلسطيني وعلى المنشآت الطبية. وبسرعة سيارة الإسعاف لا ينسى الطاقم ما حدث، ولا ينسى أيضا وجوه من نقلهم، فهنا تصير الشجاعة اعتيادا مهنة، ولكل فرد ها هنا قصة أو حكاية لا تنسى. تحت أزيز الرصاص يصارعون الدقيقة التي تشكل فارقا بالنسبة لحياة أحد آخر. هاي السيارة زي ما أنت شايف يعني هاي الإصابات هيها هون وهون، وهي الرصاص كان في مخيم جنين، باجتياح مخيم جنين كنا نغطي هناك، وتعرضنا لإطلاق نار مباشر من قبل الاحتلال، وطبعا أنا برضو شخصيا تعرضت لإطلاق مباشر أثناء سحب حالي في مخيم جنين. يعني أصعب موقف بتواجهه أنه أحد زملائك تحاول أنه أنت تصله وهو مصاب ومش قادر تصله، هاي من أصعب المواقف، عندما تحاول الوصول إلى طفل يستنجد سيارة الإسعاف من أجل إنقاذه ولكن لا تستطيع. هذه المواقف التي يتعرض لها الطواقم الطبية بشكل يومي. وتوثق مؤسسات رسمية فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتدى على 16 مشفى عاما وخاصا، بينما تم الاعتداء على 37 مركبة إسعاف ومنع وصول لحالات إنسانية لأكثر من 73 مرة منذ بداية العام، فيما تم الاعتداء بشكل جسدي على 31 من الكوادر الطبية. كل شيء قابل للاستهداف في الأراضي الفلسطينية، مركبات الإسعاف أو المسعفين، رصاصة أو اثنتين أو الثالثة وربما المزيد خلال عمل الطواقم الطبية في الأراضي الفلسطينية. ضياء حشية، الغد، رام الله.